كابتن تحكي لي ما هو أهمية كرة الاحتراف في عالم الرياضة لكمال الأجسام؟ هلا بكمال الأجسام مثل أي رياضة تانية من الرياضات الاحترافية في عندك هواة ومحترفين مثل الملاكمة مثل المصارعة أو الكيك بوكسينج، كل الرياضات هي فيها هواة ومحترفين. كلمة هواة أطلقت يعني للناس اللي بالنسبة لهم هواية، يعني إنه هذا الإنسان عنده وقت فراغ فبيجي يمارس هي الرياضة كهواية يعبي فيها وقت فراغه وبنفس الوقت يحافظ على صحته، إن كان فنون قتال يتعلم الدفاع عن نفسه أو كمال أجسام ليسوي جسم حلو أو ما إلى ذلك. أما بالنسبة للاحتراف فهي صارت حرفة، يعني هذا إنسان مهنته شغله هذا. بالإضافة إنه لما أنت تحصل على كرة الاحتراف طبعا لازم تمر من مرحلة بطولات الهواة وتجيب بطل أبطال الهواة بلعبتنا، بطل أبطال عالم بالهواة أو بطل أبطال أوروبا أو بطل أبطال كأس دولي اللي هو مثابة بطولة عالم مصغرة بيكون، ويكون عدد محدد من اللاعبين ويكون مستوى البطولة كتير قوي ليكون فيها كرت احتراف. بعد ما تحصل على كرت الاحتراف بيخولك كرت الاحتراف لتشترك ببطولات فيها جوائز مالية، بيخولك لتكتب عقود مع سبونسرز، بيخولك ممكن تدخل بتصوير بالأفلام أو بدعايات إلى آخره. يعني إذا عرض عليك مثلا فيلم فيلم سينما تصوره بتصور؟ إذا كانت الرسالة تبعيته سامية مثلاً مثل الأفلام اللي بيصوروها بهوليوود مثلاً، دائماً لاعب كمال الأجسام أو رياضي بيصوروه كبطل مثل هيركوليز والأفلام هاي. أما إذا كان مثل الأفلام بعض الأفلام العربية بيصوروه مثل إنه البلطجي أو الإنسان السيء وبيجي بعدين قال واحد وزنه 20 كيلو قال بيضربه هيك وقال هذا بيغمى عليه، يعني هي صورة خاطئة مش حقيقية يعني لاعب كمال الأجسام. فلذلك لا، أكيد إذا كانت هيك الرسالة ما راح أصور، أما إذا كانت رسالة حقيقية تظهر النموذج الرياضي والإنسان الخلوق أو القدوة فأكيد ليش لا. كابتن تحكي لنا شو بتنصح الرياضيين اللي حابين يعملوا عضلات، يعني مثلي انا مثلا، ايش ممكن تنصحهم، ايش ممكن يعملوا، ايش ممكن يتدربوا، شو لازم ياكلوا؟ هلا النصيحه الاولى اول شيء انه يكون تحت انسان تحت ايد انسان خبير او مدرب مختص. طبعا في شغله بدي انوه عليها للشباب خاصه اللي موجودين باوروبا من الجاليه العربيه، هلا عم يروحوا على الجيم انستركتورز اللي هن الكرو، هدول الناس اللي عم يشتغلوا بالجيم اللي بيعملوا هي الفتنس ترينر بسموها سيرتيفيكيت، حكينا عنها بالسابق الاوس بيلدينج، يعني ب 12 اسبوع. هذا مو مدرب، هذا اسمه جيم انستركتور، يعني هذا شغلته يعشر لك كيف تستخدم مكنه التمرين، وهذا بعيد يعني هذا ما له علاقه بالتدريب. فلازم لا هي بيعطوه سيرتيفيكيت اسمه فتنس ترينر وبقول لك انا صرت، بعدين بيعمل لك شهاده تغذيه، بس هي ما له علاقه نهائيا بتحضير لاعب على بطوله. أوكي. فما يجي هذا يقول لك انا مدرب، هذا اسمه جيم انستركتور، يعني هذا شغلته يرتب الدنابل بالنادي، ياشر لك كيف تستخدم الجهاز، هيك شغل. هي شغلتهم. هلا شوفوا بالنادي هون طلع هيك بيسوي، بس في بعض الناس بيحاسبون مدرب. هلا بيدرب ممكن واحد انه ياشر له كيف يستخدم الجهاز هذا اللي مو فايت على النادي خالص، بس انه يدرب واحد يسويه بطل او يوصله لمسرح او هذا ما له علاقه نهائيا بالموضوع. فلازم يبحث عن مدرب هو كان بطل سابق او عنده خبره او مخرج ابطال
هذا اسمه مدرب كمال اجسام، اما هذول اسمهم جيم انستركتورز. الامر الاخر بنصحهم الاهتمام بالتغذيه، طبعا هذا الامر كمان تحت ايد انسان خبير، طبيب رياضي او مدرب كمال اجسام ومخرج ابطال او بطل سابق عم يشتغل مدرب. يعني هلا حسب المرحله اللي هو فيها اللاعب. يعني الامر اكيد ما يبلش هيك، يعني الامر تصاعدي مثل الاوزان، ما راح يفوت على النادي نحط له 300 كيلو نقول له انزل سكوات، ونفس الشيء ما راح نقول له 3 كيلو صدر فروج باليوم الواحد مباشره. الامر تصاعدي، يعني شوي شوي انت جسمك بيتطور، كل ما تطور بيزيد حاجات جسمك من الفيتامينات والاكل والامور الاخرى كلها. يعني المدرب المتدرب يعتمد على البروتين اللي بيبيعوه بالمحلات، اللي يعتمد على اكل غذائي. هلا لا، هلا حتى السوبلمنت الموجود بالمحلات التغذيه الرياضيه هي اسمها يعني بالعربي مكملات غذائيه، عرفت شلون؟ ودائما انت اذا بتقرا على اي سوبلمنت من هذول الموجودات بيكتب لك دائما انه ما بتجيب نتيجه بدون بالانس دايت، بدون دايت صحي متوازن. يعني هذا اذا اكلك انت اصلا مو محتوي على كميه البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات اللازمه، هاي الحبوب او البودره هي الموجوده البروتين او المالتي فيتامينز ما لها شغل. انت اصلا لازم يكون نظامك الغذائي مدروس، وهي اسمه متمم غذائي لنظامك الغذائي المتكامل مشان يوصل للبرفكشن يعني للكمال. بس اذا انت اكلك يعني مسقعه وباذنجان وهاي، وبتجي بعدين تاكل لي مالتي فيتامين او تشرب لي 2 سكوب بروتين فيه 20 جرام بروتين، ولا شيء. ولا شيء، هذا عباره عن انه عم تكب مصاريك انت وتضيع وقتك. وبشكل عام رياضه كمال الاجسام هي رياضه مبنيه على التغذيه. يعني عندنا اهميه التمرين هي اهميه للراحه النفسيه والبدنيه، واهميه التغذيه هي لعبه. كمال الاجسام لعبه ذهنيه قبل ما تكون لعبه بدنيه، جدا لعبه ذهنيه، لانه هاي الدايت وقت بتحضر بتصير عندك هيك بتصير كثير عصبي، بتصير لازم تعلم نفسك الصبر دائما. شعور الجوع هذا الدائم اللي بالدايت بيخليك تكون انت دائما يعني متوتر، مالك خلق، لازم انت دائما يعني خاصه كبطل انه الناس تحكي معك وبتحبك تيجي بتسلم عليك، لازم تكون دائما تبتسم يعني تحاول تقمع هالشعور السيء بداخلك يعني وتسيطر على نفسك. تقدر هلا مع الوقت بتصير تقدر. ممكن كمبتدئين بتلاقيه شوي بيسوي اخطاء يعني، بس مع الوقت انت بتدرب نفسك يعني بتصير انت شوي شوي عندك قدره على انه تتحكم غضبك، تتحكم شعور الجوع تبعك. يعني حتى نحن وقت نطلع على المسرح بتلاقي صورنا نحن عم نعمل البوزنج العرض تبعنا بتلاقي ابتسامه بوجهنا وكذا، بس واحدنا بيكون صار له يومين او ثلاثه احيانا مو شربان مي، او اربع ايام احيانا مو نايم نهائيا ومتمرن هي الايام، يعني بيكون وضعه النفسي والبدني سيء جدا. بس مع ذلك لازم يشوفك هو انه عنده طاقه ويبتسم بوجه الحكام. تمثيل تمثيل. فيك تقول هيك شيء؟ تفضل. نعم. كابتن محمد، شو آخر كلمة بتوجهها للناس اللي عم تشوفنا اليوم؟ أنك طبعاً كثير انسريت جيت عندك على الجيم لهون وصورنا هون. شكراً جزيلاً. أنا وفريق العمل، شو بتحب توجه رسالتك؟ لأول شيء بصراحة بحب أتشكركم أنتو، لأنه يعني سلطوا الضوء علي، وأنا حسيت بصراحة أنهم بالنمسا بالذات يعني
الله يسلمك اخي. فحسيت انه بالنمسا بدا صار في شيء من التعتيم الاعلامي يعني المتعمد، يعني بتعرف انت اذا بدك يعني تقضي على رياضي او كذا عتم عليه اعلاميا ما حدا بيضرب انجازاته، وخاصه بعد البطولات الدوليه اللي ربحتها باسم النمسا. فجزيل الشكر لكم والله يعطيكم العافيه على المجهود اللي سويتوه. ثاني شيء بحب اتشكر الاهل والاصدقاء اللي وقفوا جنبي بالمسيره الرياضيه، يعني من بداياتها عندي اصدقاء دائما كانوا واقفين جنبي، وبعدين هون حتى بالنمسا في كثير اصدقاء وقفوا جنبي وساندوني. والوالد يعني بشكل خاص وتضحياته، هو البطل الاول بالنسبه لي بصراحه، يعني ضحى كثير. الله يسلمك يا رب، ضحى كثير. الله يسلمك ويحفظك. فضحى كثير مشاننا وعلمنا، هو اللي مثل تقول الصبر، وتعلمنا منه الصبر ورباط الجأش يعني وتحمل المصاعب بالحياه. فبحب اتشكره كمان من خلال المنبر تبعكم. بحب اتوجه بالشكر لمدربيني اللي لهم فضل علي، يعني كان برياضات الفنون القتاليه او ببناء الاجسام. بذكر بعضهم وليس كلهم، اذا نسيت حدا منهم بتمنى يسامحنا. الاستاذ جمال عميرو الله يرحمه برياضه الجودو، وعندك الاستاذ علي رضا والاستاذ محمد حسن كانوا مدربين برياضه الكيوكشن كاراتيه، هم ايرانيين بتمنى يكونوا عم يشاهدونا عبر منبركم. والاستاذ الكبير احمد بارودي اشرف كمان على تدريب الكيوكشن كاي كاراتيه، وكان رئيس الاتحاد السوري ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعن طريقه اخذت الحزام الاسود بالكيوكشن كاي كاراتيه. والمدرب العريق والكبير الكوتش عبد الهادي قدور ابو محمد، هذا الانسان كثير له معزه عندي، وقف جنبي كثير بطولات صعبه وقويه ودعمني كاخ كبير يعني مو بس كمدرب كمان. فبتمنى يعني بتمنى التوفيق والصحه، وهلا هو كمان عم يحضر على بطولات، بتمنى له التوفيق وتوجه له بالشكر عن طريق منبركم. والاستاذ والمربي محي الدين حجازي ابو بدر الله يرحمه، هذا الانسان يعني كان دوره لي كمدرب وكمربي، يعني انا كنت اجي على النادي لعنده عمري يمكن 12 سنه او 13 سنه، فاسهم بتربيتي يعني كرجل قبل ما يسهم تربيتي كبطل ورياضي تدريبي. الله يرحمه يا رب. وبتوجه بالشكر لرمزي الشواخ بالرقه، بيت الشواخ العالمي، عند بالنادي بيت الشواخ العالمي، كمان الرجل فتح لي النادي ووقف معي كثير وقفات كويسه، فبتوجه له كمان بالشكر عن طريق منبركم. بتوجه بالشكر للمدرب العريق ابراهيم صلاح وبحلب، كمان الانسان هذا وقف جنبي بكثير بطولات وساعدني ومدني من خبرته وعلمه. فبتوجه بالشكر لجميع المدربين السابقين، بتمنى لهم دوام الصحه والعافيه، للطيبين منهم اللي ماتوا الله يرحمهم، وان شاء الله يعني العلم اللي اعطونا اياه ونحن بنتابع وبنضيف عليه وبنحاول نبيض وجههم ونرفع راسهم ان شاء الله بالانجازات العالميه اللي صارت والقادمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتوصل رسالتك. وشكرا الله لك، الله يعطيك العافيه، وبنشوفك ان شاء الله قريب. الله يسلمكم ويحفظكم ويعطيكم الف عافيه. السلام عليكم.